صباحات المحبة والمودة لكم مشاهدينا الأحبة. تأتي زيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية سنغافورة بأبعاد كثيرة اقتصادية وسياسية ورياضية وثقافية وغيرها، تعزيزا للعلاقات التي كانت منذ مئات وعشرات السنين بين عمان، بين سلطنة عمان وبين جمهورية سنغافورة. هذه أول دولة من جنوب شرق آسيا يزورها جلالة السلطان المعظم. أكيد هناك أبعاد كبيرة حول هذه الزيارة. حديث يجمعنا بالدكتور حبيب بن مرهون الهادي، باحث في التاريخ العماني وحديث حول العلاقات العمانية السنغافورية. صباحات الخير لك دكتور، وأهلا بك في قهوة الصباح. صباح النور السرور، أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام، وشكرا على الاستضافة. أهلا الله. وسهلا بك دكتور حبيب، نورتنا وشرفتنا في قهوة الصباح الله. والعلاقات العمانية السنغافورية ليست وليدة اليوم أو هذه الزيارة، وإنما هي ممتدة مثل ما ذكر زميلي محمد، ولكن نتحدث عن عمق هذه العلاقات الراسخة الثابتة بين البلدين، والحمد لله يعني سلطنة عمان علاقاتها راسخة وطيبة مع كل الدول. نعم. العلاقات العمانية مع مختلف دول العالم علاقات تاريخية، وقبل أن نتعرف على العلاقة بين عمان وسنغافورة يجب أن نعرف أن مسمى سنغافورة مسمى حديث، فسنغافورة استقلت في عام 1959 بينما مسمى عمان هو مسمى قديم. صحيح. فمسمى عمان يعني بدأ قبل الميلاد، حتى قبل 2500 سنة مسمى عمان موجود. صحيح. لكن سنغافورة يعني مسمى حديث، فلذلك عندنا الحديث عن العلاقات العمانية السنغافورية التاريخية يجب أن نستحضر العلاقات العمانية مع عالم الملايو أو شبه جزيرة الملايو أو منطقة جنوب شرق آسيا بشكل عام، وسنغافورة هي جزء أصيل من هذه المنطقة، وهي تقع على مضيق مشهور، مضيق ملقة، يعني يمتد هذا المضيق من مدينة ملقة إلى سنغافورة، ويعني عمان كانت علاقتها مع حضارات قديمة، حضارة الهند وحضارة الصين في الشرق، دائما العمانيون يتجهون شرقا منذ القديم. نعم. تجارة. نعم، فكانت هذه المنطقة هي يعني مركز تجاري، وكان التجار العمانيين يمروا على هذه المناطق وصولا إلى الصين، فهذه كانت يعني كانت حتى سميت ملقة، ملتقى التجار العرب والصينيين، فأطلق العمانيين على تلك المدينة الرئيسية ملقة. وسنغافورة أيضا قريبة من هذه المنطقة. نعم. تقع على هذا المضيق الرئيسي الواصل بين عمان والصين. نعم. فالعلاقات علاقات تاريخية بامتياز، وعمان العمانيين كان لهم أدوار أيضا في منطقة جنوب شرق آسيا، من ضمنها سنغافورة، في نشر الإسلام، في التجارة، في نشر مفردات الحضارة الإسلامية، اللغة العربية. نعم. ولا زالت العلاقات ممتدة إلى اليوم. جميل الدكتور حبيب، اليوم العلاقات لما تكون بين الدول هناك أكيد مرتكزات أساسية تعتمد عليها، سواء كانت الدولة الزائرة أو الدولة المستضيفة، فما هي المرتكزات التي ترتكز عليها علاقة سلطنة عمان اليوم بجمهورية سنغافورة؟ طبعا سلطنة عمان دولة ذات عمق حضاري بعيد، فهي يعني مرتكزاتها ترتكز على الهوية، على التاريخ، على الجغرافيا. يعني أيضا الآن سنغافورة دولة حديثة ودولة اقتصادية ودولة أيضا مهتمة بالسلام. نعم. وبالتعايش السلمي وبالعلاقات الثقافية والسياسية مع الآخرين، فالتقت مصالح عمان مع مصالح سنغافورة في هذا الجانب، وتشترك في المرتكزات. عمان عرفت منذ القديم واحد السلام، وتصدر السلام، ولها علاقات تواصل وتفاهم مع كثير من الشعوب من ضمنها منطقة جنوب شرق آسيا. نعم. فالمرتكزات هي موجودة، حسن الجوار، مرتكز التعايش السلمي، العيش المشترك، السلام، ولذلك يعني توافقت العلاقات والمرتكزات بين عمان وسنغافورة. نعم دكتور حبيب، ذكرت من خلال حديثك السابق أن العلاقات قوية متعمقة بين البلدين لما قام به التجار العمانيين قبل ذلك. نأتي أيضا يعني كيف ينظر إلى دور هذه العلاقات بين البلدين في تقريب وجهات النظر، في دفع التنمية الاقتصادية، في أيضا إحلال السلام بين البلدان في المنطقة. نعم، في حديث لرئيس وزراء سنغافورة سابقا يؤكد على أن عمان لها أدوار استراتيجية في السلم، تحقيق السلم الدولي والإقليمي. نعم. يعني ليس فقط إقليميا وإنما دوليا. نعم.
فلذلك أيضا رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب في فترة سابقة تشير إلى أهمية السفينة التي أهدتها عمان إلى سنغافورة. نعم. لربط الماضي بالحاضر. فتقول إن هذه السفينة بلا شك إنها ستظل للأبد رمزا للعلاقات العمانية، العلاقات الدائمة بين عمان وسنغافورة والوطيدة. نعم. ورئيس الوزراء سنغافوري أيضا يؤكد هذا المعنى في إشارة إلى هذه الهدية، فقال هي هدية ثمينة، أي إن السفينة هدية ثمينة التي وصلت إلى سنغافورة، هدية يقصد بها جوهرة مسقط. نعم. التي وصلت 2010، فيقول هي هدية ثمينة وهي أكيد بتكون يعني شيء ملموس للعلاقات الوطيدة بين عمان وبين سنغافورة رغم بعد شواطئنا. صحيح. رغم الشواطئ بعيدة الجغرافية أيضا، والجغرافية بعيدة، إلا أن التاريخ والتجارة والثقافة حاضرا ورابطا بيننا. صحيح. قربت هذه نعم المسافة. نعم. فلذلك يعني هناك كثير من القواسم المشتركة بين الدولتين، وهذه يعني زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى سنغافورة زيارة الدولة في أعلى مراتب الزيارات بين رؤساء الدول. نعم. فأكيد لها ثقلها ولها يعني مردودها الإيجابي على العلاقات وعلى المصالح المشتركة بين الدولتين بإذن الله. دكتور، ما هي الملفات التي تتوقع أن تطرح اليوم من خلال هذه الزيارة بين عمان وسنغافورة؟ وحسب ما الوفد المرافق لجلالة السلطان يتضح جليا الاهتمام الكبير بالدبلوماسية الاقتصادية. يعني عمان في الفترة الماضية في النهضة السابقة كانت عمان يعني تهتم بالدبلوماسية السياسية أكثر ما يكون. نعم. لكن في النهضة المتجددة الآن ووفق رؤية عمان 2040 هناك أيضا توجه للدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية الاقتصادية. نعم. فنستغل الدبلوماسية السياسية في رفض التنمية المستدامة في الدول في الوطن وتحقيق المصالح المشتركة بين الدولتين. فمعنى أنه بالإضافة إلى الجوانب السياسية والشراكة الاستراتيجية السياسية والرؤية المشتركة بين الطرفين في السلام وفي خاصة في الأحداث الحالية في غزة في فلسطين، والكل يعني كل الدولتين تدعو إلى وقف هذا النزيف وهذا العدوان على غزة. فهذا جانب، وجانب آخر جانب اقتصادي. طبعا العلاقات الاقتصادية تنمو اضطرادا يعني بشكل سريع بعد 2020 بعد حكم جلالة السلطان هيثم بدأت العلاقات تنمو بشكل واضح جدا يعني، وأكيد يعني لها أبعادها المختلفة ونتائجها المثمرة قريبا إن شاء الله. بإذن الله. دكتور حبيب، وأنت باحث في التاريخ العماني، من وجهة نظرك ما مستقبل العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة على ضوء التاريخ العميق والممتد ما بين الدولتين؟ نعم. هو الجغرافيا قاسم مشترك كبير بين المنطقة الدولتين. نعم. وحاليا حتى البعض يطلق على الدقم سنغافورة الخليج. السلام. فهذا يعني معالمه واضحة بأن الاتجاه الاقتصادي والتواصل الكبير بين عمان وسنغافورة والعلاقات ستنمو كثيرا في قادم الوقت بإذن الله تعالى. شاكرين لك هذا التواجد دكتور حبيب بن مرهون الهادي، باحث في التاريخ العماني وحديث شائق حول العلاقات العمانية السنغافورية، ونهار سعيد نتمنى لك. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيك. الله يسعدك يا رب. إذن مشاهدينا الأحبة مستمرين معكم في قهوة الصباح. تقرير هذه المرة ولا فاصل؟ فاصل فاصل ولا نعود مشاهدينا.